اهلا بكم. شتلة تين شوكي انا زارعها هو في البيت في الظل فنشفت اهي وبقت زي الفل، شدت اهي وهيبقى ان شاء الله دليل على نجاح الكف ده. وخلينا نشوف بعد ما تتنقل للشمس 13 ساعة وتقعد فيها اسبوع. تابعوا الحلقة. السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده والزرع وسنينه. سالت كتير قوي عن ازاي من شتلة تين شوكي انا زارعها هو في البيت ازاي ابتدي اعمل منها تقاصر، وهل فعلا لو انا خدت كف معرض للشمس وكف يكون علوي يعني اخر كف في الشجره وزرعته هل فعلا بيطلع ثمار في نفس الوقت او في نفس موسم الازهار؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. دي الزرعه بتاعت التين الشوكي بتاعتنا كبرت اهي، ومفروض ان هي تطرح السنه دي، انا معطشها علشان تبتدي تطرح. هاخد منها كف كتجربه ليكو، لان في ناس كتيره جدا بعتت لي وسالت لي على الموضوع ده. هاخد الكف ده اقطعه كده اهو كده، بس خلي بالك عشان الشوك بيبقى عليها شوك، ولو تاخد بالك ان هي ابتدت تحضر من هنا اهو، ويعني لو فلناها هنلاقي اكتر من تحضيره في اكتر من مكان اهو. مش قضيتنا دلوقتي تحضير الشجره نفسها علشان تدي ورق جديد او تدي، طبعا ده موسم اسمار دلوقتي، احنا دلوقتي في نص 3 2021، فمفروض ان هي تبتدي تدي ثمار. هنشوف. المهم هنسيب دي يومين بعيد عن الشمس، طبعا هي ما شاء الله عليها مليانة وتخينة اهي، بس الحتة دي اهي الحتة دي لسه طرية خضرة اهي، فانا بس هسيبها يومين بعيد عن الشمس في المطبخ بقى فوق التلاجة في اي حتة، يعني تربي بس كده شوية طبقة شمعية تقفل بيها الحتة دي، وبعد كده على طول هنزرعها لحد النص، مش لحد التلتة زي ما زرعنا كف التين ده، لا هيبقى لحد النص. خلينا نشوف اللي هيحصل فيها. كده عدى يومين في الظل فنشفت اهي وبقت زي الفل. هنبتدي نزرعها. حضرنا التربة ونقلبها كويس، اللي هو بمعنى أدق نعزقها يعني ونحرتها، تمام. وقلنا هنزرع نصها يعني هتبقى كده تقريبا، ونكمل بقى التربة، تمام. التربة المزروعة الجديدة دي فيها نسبة كومبوست كتير شوية عن بقية المزروعات، يعني تقريبا بنسبة 1:1:3، 1 طين 1 كومبوست 3 رمل. المفروض الكف ده اصلا لو تاخد بالك ان هو مليان ومدملك وتخين علشان كان مخزن كربوهيدرات بقى، علشان المفروض ان هو يدي يا اما نموات جديدة يا اما يدي الثمار بقى المرة دي. عموما هنشوف كله هيبان. هجيب شاي كومبوست خفيف وهزود عليه شوية حديد، شلات حديد او اي اسمات حديد، تمام كده. وهجيب عناصر صغرى ناخد منها تقريبا معلقة. العناصر الصغرى ما بتحطش منها معلقة على اللتر لان زيادتها ممكن تعمل تسمم للنبات، النبات ما بيحتاجهاش كتير، فانا بدل ما ادي جرعه واقول كل شهر او كل شهرين اديها، لا انا ادي جرعه مخففه جدا منها وكل اسبوع او كل اسبوعين، فانا بدي يا اما سنتي على 2 لتر يا اما نص سنتي على 2 لتر. اجيب بقى الجردل بتاع الفاضي احط عليه شويه كومبوست ونخففه. حاجة مهمة بس عايز اقولها، انا ليه زرعت الزرعة هنا على طرف القصيص؟ لو انت ناوي ان بعد ما الزرعة دي هتتملش بقى وهتتشال يبقى الجردل ده للشتلة دي لوحدها، ازرعها دلوقتي في النص، لان كده كده شتلة الفول دي خلاص مش هتكمل معانا، ممكن اشدها دلوقتي، بس انا سايبها هي حلاوة روح يعني، ما بحبش اموت زرعة بايدي يعني. فانا بالنسبة لي هسيب الشتلة دي في الجردل ده على طول، فهنقلها بس اخليها في النص.
كده نقلت الشتلة في النص، نبتدي نروي الري على جنب القصيص. اول رية بتبقى غمر تماما كده علشان اطلع فراغات الهواء، وبعد كده هيبقى بعد اسبوع مرة واحدة او بعد اسبوعين كمان بالنسبة للتين الشوكي. طيب هنعمل ايه بقى في التين الشوكي دي علشان تبتدي تدينا يا اما ورقات بسرعة يا اما محصول بسرعة؟ انا دلوقتي زرعت نصها في التربة ورويت بشاي كومبوست، وهسيب المية اللي في التربة دي تماما تجف. طب هل ده يأذي نبات التين الشوكي تحديدا؟ لا، اي صبارات ما تتأذيش. ليه؟ لان هي بتشرب مية وتخزنها جواها. الصبار مش زي بقية النباتات بيحتاج يبقى فيه رطوبة حواليه علشان يطلع جذور. الصبار بيشرب المية وبتفضل جواه، الجذور دي هي وسيلة لسحب الرطوبة عشان تخزنها جوه. يعني هي ما بتشتغلش كل يوم في شفط المية زي بقية النبات، زي النعناع مثلا عايز كل يوم مية علشان كل يوم بيسحب. لا، هي الصبارات بتسحب الرطوبة او المية، بتشرب مرة واحدة وتفضل بقى ايه زي الجمل كده بيشرب مرة واحدة ويفضل ايه عايش على اللي هو شربه ده، يشربه تاني وتالت وايه ويشتغل بيه. هنسيبها بس المرة دي مش زي بقى الشتلة اللي فاتت، هنسيبها في الظل مش في الشمس. تاخد شمس ساعة واحدة بس، هنقلها في مكان تاخد شمس ساعة واحدة بس، والصبح مش اخر النهار. احنا داخلين طبعا على درجة حرارة 33 فما فوق، خلاص بقى احنا في نص 3 2021، فالشمس هتبقى حامية. انا دلوقتي مش هعرضها للشمس لمدة اسبوعين على الاقل، هتشوف شمس ساعة او ساعتين من 6 الصبح، او الشمس بتشرق 6:15، من 6:15 لحد 8 بالكتير قوي. انا احطها في مكان كده، وتعالى نشوف كمان اسبوعين اول ما نلاقي هيبتدي يطلع تحضير خلال اسبوعين او 3 تحضير لنموات جديدة. لسه مش هنبقى عارفين هل دي نموة خضرية ام نموة ثمرية، ما نعرفش، او زهرية يعني. يعني انا مش عارف ده هتبقى ورقة جديدة ولا زهرة جديدة. ساعتها هنبتدي نزود الشمس تدريجيا، قبل كده مش هعرضها للشمس مباشرة، هي ساعتين بس في اليوم. خلينا نغيب 3 اسابيع ونرجع نشوف هيحصل ايه. بعد اسبوعين او يمكن تطول تبقى 3 اسابيع، انا ما رويتش خالص الفترة اللي فاتت دي، وبس مش حاططها في شمس 13 ساعة، انا حاططها في شمس 3 ساعات فقط او ساعتين كمان، فعشان كده انا ما رويتش تماما. ابتدت تطلع منبت اهو، هنشوف ده يعني كف جديد او نمو خضر يعني ولا نمو ثمري، مش عارفين يعني. اسبوع كده ولا حاجة وهنشوف، برضو خلينا نتابعها. هتروي؟ لا، انا هرش سطح التربة فقط، يعني علشان حجر اهو، سطح التربة حجر، لكن لو قعدت ادخل تحت هتلاقي لسه في رطوبة تحت لان الشمس مش شديدة عليها. اهو كل ده حجر، اهو كل ده يعني تراب، رمل اهو، رمل تقيل كمان وتكتلات وبتاع. لكن انا لو نزلت لتحت لحد عمق هنا مثلا، لحد هنا اهو، هتلاقي رطوبة. طب انت ليه مش عايز تروي تاني؟ علشان الكف مغاطس لحد هنا والرطوبة كانت لحد فوقيه، ابتدت تنزل 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 علشان انا ما برويش. فلما الرطوبة بتنزل بحفز الكف انه يطلع جذور بسرعة. من هنا هتلاقي الجذور نزلت لحد مكان الرطوبة، وكل ما الرطوبة تنزل كل ما الكف يجري وراها بالجذور، وهو ده اللي انا عايزه علشان نوصل لاسرع طريقة لاسرع نمو في اقل وقت. الكلام ده بالذات مع التين الشوكي والصبارات، لان هم اصلا بياخدوا الميه يحتفظوا بيها، لكن لو في عقل لازم ارش سطح التربة عشان الميه دي ما تنزلش بسرعه، لان العقله مش مخزنه ميه كتير زي الكف ده. الكف ده لو قعد 3 4 5 شهور مش هيحصل له حاجه، بره الطينه، بره اي حاجه كده في المطبخ مثلا مش هيحصل له حاجه. الطبقه الشمعيه اللي عليه قويه جدا فمش هيحصل له حاجه، وبالتالي انا عايز احفزه ينزل جذور بسرعه جدا، عشان كده انا بعمل الحركه دي. خلينا برده نتابعه الفتره الجايه هيحصل ايه. وبعد يومين انا كنت اديت تسميدة بقى ايه هيوميك على شاي كومبوست كده محترم. في يومين اللي حصل ان النموة شدت اهي، ونموة تالتة اهي. مش هنأكد اي حاجة دلوقتي لحد ما يعدي اسبوع او اسبوعين كمان علشان نتأكد بالظبط هي ثمرة ولا نموة خضرية كف جديد. وعموما هو في الحالتين هيبقى خير، وهيبقى ان شاء الله دليل على نجاح الكف ده. اسبوع كده ونيجي نشوف النتيجة.
وبعد 3 ايام خلاص كده الموضوع وضح ان هم مش نموات ثمرية، هم كده نموات خضرية كفوف جديدة، ومحتاجين بقى شمس اقوى من كده. فهنبتدي ندرجها، هي دلوقتي بتاخد شمس 3 ساعات، هنخليها 5 ساعات لمدة يوم، واليوم اللي بعده شمس 7 ساعات، لحد ما تطلع بره خالص شمس 13 ساعة. وخلينا نشوف بعد ما تتنقل لشمس 13 ساعة وتقعد فيها اسبوع تطور النموات ده هيبقى شكله ايه. وبكده ده شكل الشتلة بعد اسبوع في الشمس 10 ساعات. ادي شكل الورق، تخن واعرض وطول طبعا واخضر جامد، معنى كده ان هو ابتدى يشتغل مع الشمس بقى وايه ياخد ويدي معاها. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو اول مره تزور القناه اعمل اشتراك. ولحد هنا اعزائي في كل مكان تكون خلصت حلقتنا النهارده من الزرع وسنينه، ازاي اخد كف من تين شوكي وازرعه واطلع نمواته في 3 اسابيع بس بطريقه لطيفه جدا كده انا كنت يعني اخترعتها، قعدت اجود واجرب لحد ما وصلت لها. وشارك الفيديو ده لاصحابك عشان معلومه تعم الكل يستفيد، زكاه العلم نشره. وحتى نلتقي في فيديو جديد، شكرا والسلام عليكم.